السلام عليكم ورحمة الله. نحتفل في هذا اليوم بذكرى تأسيس أول دولة حديثة ذات سيادة وطنية، دولة قائمة على الكرامة والأصالة والانتماء، على يد المغفور له الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18 ديسمبر 1878 ميلادي. يشرفني في هذه المناسبة أن أوجه خالص التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما أوجه خالص التهاني إلى الشعب القطري الكريم ولكل المقيمين في دولة قطر، متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن تشهد بلادنا العزيزة المزيد من التقدم والتطور والنماء. تعكس احتفالات هذا العام الارتباط الوثيق لأبناء الدولة وبيئتهم التي تربوا وتأثروا بخصائصها وتعايشوا مع طبيعتها وألوان تربتها وبحرها وسمائها وتغير فصولها ومواسمها، حتى شكلت جزءا مهما ومؤثرا في وجودهم وبناء شخصيتهم وهويتهم، مما يعكس الرؤية الوطنية للدولة والمتمثلة في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية للدولة. ومع الارتباط بالبيئة، تظهر استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 في نسخة محايدة للكربون التزام الدولة بحماية الأجيال القادمة في قطر والمنطقة، واهتمامها بقضايا البيئة وتأكيدها لأهمية الدور الذي تلعبه في توفير حياة كريمة لكل فرد يعيش على أرضها، تماشيا مع اهتمام الدولة بتحقيق رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، باعتبار أن البيئة تشكل أحد أهم الركائز الاستراتيجية للتنمية الوطنية لدولة قطر، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة لكافة الأجيال القادمة. وفي إطار مساعيها لتحقيق الرؤية الوطنية لسنة 2030، شهدت دولة قطر في شهر أكتوبر من هذا العام أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، وهي خطوة تعتبر مهمة نحو تطوير العملية التشريعية والسياسية وإرساء لركائز الشورى وتوسيعا لمشاركة المواطنين في الحكم. وتعكس الخطوة التي تظهر تقاليد الدولة المتمثلة في الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب، تضامن وتماسك المجتمع القطري فضلا عن تسامحه وقيمه الأخلاقية وحبه للوطن. وفي إطار الإصلاحات التشريعية، قامت القيادة الرشيدة بإفساح الطريق أمام إصلاح سياسات العمل، بما يمثل حقبة جديدة لسوق العمل القطري والإقليمي، وخارطة الطريق وصفتها كثير من الدول بأنها خطوة عملاقة تعكس التزام الدولة بمنح العمالة المهاجرة مزيدا من الحرية والحماية، وتوفر لأصحاب العمل مزيدا من الخيارات. قدمت هذه الإصلاحات نموذجاً تحتذي به دول المنطقة، ووجدت إشادة من عدة دول في العالم ومنظماته الدولية، وتعتبر دولة قطر أول دولة عربية تجري إصلاحات هامة في سياسات العمل. ونشير في هذا الصدد إلى المبادرات القانونية الأخيرة المتمثلة في تحديد الحد الأدنى للأجور، وتبسيط إجراءات الانتقال بين أصحاب العمل، وإلغاء نظام الكفالة في تعيين وتوظيف العمالة المهاجرة. وإلى جانب هذه الإنجازات والجهود المبذولة، فإنه لشرف كبير لي أن أذكر أن دولة قطر تحتفل في هذا العام بمرور 50 عاما كدولة عضو في الأمم المتحدة. وقد تميزت دولة قطر خلال هذه الفترة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية في مختلف المجالات. يصادف هذا العام أيضا الذكرى 40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الفلبين. تولي دولة قطر أهمية كبيرة لعلاقتها الثنائية مع الفلبين،
وتسعى إلى تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الفلبين في المجالات السياسية والاقتصادية. امتد التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية الفلبين خلال هذه الحقبة إلى آفاق أرحب ليشمل المجالات الإنسانية والشعبية. يمثل الاحتفال بالذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين احتفالا بعلاقات الصداقة القوية التي تحققت على مر السنين، والتي أفضت إلى العديد من الاتفاقيات المتبادلة الناجحة، ويعبر عن تفاؤل عظيم بالمستقبل وعزم راسخ على المضي قدما نحو معالم هامة في مسار العلاقات بين البلدين. تستضيف دولة قطر أكثر من 242 ألف عامل فلبيني يشتغلون في مختلف القطاعات، وهناك أكثر من 200 شركة فلبينية تعمل في السوق القطري في مختلف النشاطات. وانطلاقا من المبادئ القائمة على العدل والإنصاف، دائما ما تقدر دولة قطر وتثمن الدور الذي يلعبه العمال الفلبينيون ومساهمتهم في التنمية التي تشهدها الدولة. وعلى الرغم من الوباء، فقد حرصت دولة قطر على ضمان السلامة والصحة العامة للجميع، فطبقت القيادة الرشيدة في قطر تدابير صحية لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء من خطر الوباء، يأتي ذلك تأكيدا عميقا على صون الحقوق الأساسية والصحية وتوفير البيئة الملائمة للمواطنين والعاملين في الدولة من مختلف الجنسيات. وعلى الصعيد الإنساني، وفرت دولة قطر رعاية صحية شاملة ومجانية لكافة العمال المهاجرين بما فيهم الفلبينيين، ومنحتهم التطعيم المجاني ومعدات السلامة والوقاية والعلاج في حالة الإصابة بالفيروس، كما تم إصدار سجلات طبية لهم. ومع التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية، طبقت دولة قطر نظام متكامل للتغذية، وهو الأول من نوعه في المنطقة، لتحسين النظم الغذائية للعمال وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ على الصحة. وقد استمرت دولة قطر بالوقوف إلى جانب الفلبين الصديقة حتى في خضم جائحة كورونا، حيث قدمت الدولة عبر صندوق قطر للتنمية 50,000 جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 بما قيمته 450,000 دولار أمريكي في شهر نوفمبر الماضي. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الخطوط الجوية القطرية كانت شركة الطيران الوحيدة التي ظلت تعمل خلال فترة الإغلاق في إجلاء الفلبينيين وإعادتهم إلى وطنهم، وفي نقل اللقاحات ومعدات السلامة والوقاية الطبية للفلبين. لقد قامت المنظمات والجمعيات التطوعية القطرية بتوسيع نشاطاتها الإنسانية والاجتماعية في المشاريع التنموية بالفلبين، مثل مشروع الإسكان الذي نفذه الهلال الأحمر القطري في إقليم مندناو، والتدخلات أثناء الكوارث، حيث أرسلت دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية أكثر من 50 طن من المساعدات الإنسانية لضحايا الإعصار فامكو، استجابة للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. لقد شكلت الفلبين بطبيعتها الخلابة وتنوعها وشعبها المضياف وجهة سياحية مهمة للعديد من المواطنين القطريين، كما أن الفرصة مواتية لإحياء التبادل التجاري بين البلدين من خلال الدور المهم الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في تطوير التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في كلا البلدين، عبر إقامة شراكات اقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الفلبين. سيظل الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر منبرا وملتقى لكافة الأطياف في الفلبين، تبذل من خلاله دولة قطر جهودا حثيثة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في ظل إدارة فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي، حيث لا تزال الفرصة مواتية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري ومجالات أخرى تشمل الطاقة والصحة والتعليم والثقافة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة للتعاون الثنائي المبرم بين البلدين.
وأخيرا أدعو الله عز وجل أن يمكن حكومة الفلبين من تجاوز جائحة كورونا بما يساهم في تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تسببت به الجائحة ويحقق النهضة الاقتصادية الشاملة للبلاد. كما أدعو الله أن يديم على وطننا الغالي قطر وعلى جمهورية الفلبين الصديقة حكومة وشعبا نعمة الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله.